مساء الخير على حضراتكم جميعا. بنرجع نواصل تاني في القسم التاني من أمسية الليلة، الحلقة التانية من سلسلة مدينة منف العظيمة. حاولت أنه أعرض في القسم الأول عجالة سريعة لملخص المحاضرة الأولى اللي كانت في أول يوم من أيام شهر مارس، ودلوقتي إن شاء الله هنواصل الجانب الجديد من محاضرتنا، ويا رب انه تكون المحاضره مفيده لحضراتكم ونستمتع مع بعض سوا بالتعرف على احد اهم مدن الحضاره المصريه القديمه، ان لم تكن في رايي اهمها على الاطلاق، اللي من خلالها نقدر نقرا التاريخ المصري بشكل مختلف جدا. هنشوف مظاهر مجد المدينه، تفردها، ليه هي مدينه المدائن، وليه المصري اطلق عليها منف العظيمه من نفر ورت حسب ما سميتها لوحة الملك شباقة من الأسرة الـ25 الحالية موجودة في المتحف البريطاني، واكتشفت في بين أطلال المدينة في منطقة قرية ميت رهينة الحالية. وبالمناسبة قرية ميت رهينة، الاسم دون هو اسم متاخد من مصر القديمة أيضا للمدينة. المدينة اسمها كان ميت رهنت، أي طريق الكباش. وبالفعل في القرن الـ19 تم اكتشاف طريق بيربط المدينة من معبد بتاح إلى الجبانة في سقارة إلى السرابيوم، وهذا الطريق التماثيل بتاعته مش كباش ولكن تماثيل أبو الهول بهيئة جسد أسد ورأس إنسان، رأس ملكي زي بالظبط أبو الهول اللي موجود في هضبة الجيزة. ليه بنقول بقى أوجه مجد وتفرد المدينة؟ هنشوفها قديما وهنشوفها حديثا. أول حاجة بالنسبة قديما، المصري استشعر أهمية المدينة وتفردها بالدرجة أن أحد الكتبة في عصر الرعامسة في الأسرة 19 بيحدثنا في المرسوم الملكي عن تشييد مقر الرعامسة، مقر رمسيس الثاني، المدينة اللي اتعملت في شرق الدلتا اللي اسمها ترعمسيس، وبيقول وهو بيوصفها بيشبهها بخلود مدينة منف، فبيقول زي النص ما هو على الشاشة الأصفر: المقر الجديد الذي أطلق عليه اسمي عظيم الانتصارات أو عظيمة الانتصارات، ده اسم المدينة الجديدة اللي هي ترعمسيس. بيقول هو إيه؟ هو خالد على مر الدهور على غرار مدينة منف. المصري بنفسه اعتبر إنه مدينة منف حاجة أيديال، حاجة نموذجية ينفع إنها تتاخد كنموذج تقارن به المدن الأخرى. طيب هل في عندنا ده قديما حاجه حديثه بتوري لنا الفراده دي؟ من اهميه الموقع تاريخيا وجغرافيا ادرج في قائمه التراث العالمي الكلام دون سنه 79، وتحديدا في 9 مارس الى 10 ابريل صدر قرارين اعتماد على معايير ثقافيه معينه، كانت هي المعايير الاول والثالث والسادس. تم وضع المدينه على القائمة، وتم عمل تقرير لتقييم الموقع مرة أخرى سنة 98، ولا زال الموقع على قائمة التراث العالمي رغم كل ما مر فيه. معلومات عامة تورينا فرادة المدينة: الملك إمنحتب الثاني ابن تحتمس الثالث، الملك العظيم اللي نقدر نسميه اسكندر مصر، نابليون بونابرت الشرق القديم، نقدر نقول عليه كل الألقاب اللي ممكن تخطر على بالكم. هذا تحتمس الثالث اللي خلى مصر أكبر إمبراطورية ممتدة في العالم القديم في هذا الوقت، وصلت حدودها إلى الفرات في العراق وإلى الأناضول في الشمال وإلى الجندل الرابع في الجنوب في النوبة، وامتدت نطاقتها المناخية والنباتية امتداد شاسع، وأتى بكم هائل من ثرواته إلى مصر ويجعلها بتستزرع في مصر وبتعيش في مصر. كل النباتات والأشجار والحيوانات والطيور اللي استحضرها تحتمس الثالث من الامتداد الشاسع ده سجلت في حولياته في معبده اللي أقامه في الكرنك اللي هو الأخمني، اللي جزء منه موجود في متحف اللوفر. ومن ضمن الحاجات بالمناسبة دايما أحب أقول الدعابة دي، اللي ما بيحبش ياكل ولا وز ولا وط وما بياكلش غير الفراخ يدعي لتحتمس الثالث ويشكره، لان هو اللي دخل لنا الفراخ
والديوكا مصر. قبل تحتمس ما كانش فيه ولا دجاج ولا ديوك في مصر، كان الطيور اللي بتؤكل هي البط والقول. طيب ابنه بقى من حتب الثاني فين اتولد؟ اتولد في منف، وده طبقا لجعران الولاده. ومش بس كده، دي كانت مقر معيشته وحكمه، ومش بس كده، كانت مقر كمان لزوجته الوحيده الملكه تيعه، وده احد الملوك يعني القلائل اللي له زوجه وحيده في فتره الدوله الحديثه، زي ما برضو يقال على توت عنخ آمون. هذه الزوجه الوحيده كانت تنتمي للشمال، للعاصمه الشماليه بوتو في كفر الشيخ، ولكن هي وزوجها عاشوا في منف. ولينا زميله دكتوره شيماء عبد المنعم نشرت تمثالين اكتشفوا في الجيزه مرتبطين بهذا الموضوع، كان اكتشفهم سليم حسن. هي عملت نشر وقراءه للمعلومات اللي عليهم، وصلت لنتائج اكدت فيها انه منف كانت عاصمه من حكم التاج المتيحه. مش بس كده، ايضا تحتمس الرابع كان مقر اقامته، بل مقر وفاته كان في مدينه منف. ده كان ابنه، تمام، ابن امنحتب الثاني. يبقى تحتمس الرابع هو ابن امنحتب الثاني، عاش في منف وتوفى في منف، ورغم انه هو دفن في الجيزه في الاقصر في البر الغربي. طب ليه بيدفن الناس في الاقصر؟ وهنا نتساءل، هي منف العاصمه ولا الاقصر العاصمه؟ طبيعي بتقولي لي يا دكتور ازاي بتقول الكلام ده، طول عمرنا بنعرف ان الاقصر العاصمه وفيها المعابد الضخمه وفيها مقابر الملوك الى اخره. مقابر الملوك ليست دليل على العاصمه، هي فقط للجفاف اللي بيحافظ على الجثمان ضمانا للابديه. ولكن احنا عندنا هو جعارين واثار ولوحات ونصوص تؤكد معيشه الملوك في الشمال ووفاتهم في الشمال. اذا الملك والحكم حيث يكون الملك. لو رجعنا للجغرافيا السياسيه هنتاكد تماما من هذه المعلومه. مش بس كده، حتى الملكه قيست نفرت زوجة رمسيس الثاني في الاسره 19 انتسبت للمدينه، فعرفت بانها ايه؟ ابنه مدينه منف. والكلام ده موجود في نصوص عديده جدا نشرها العالم الفرنسي كريستيان بلا في كتابه زوجات رمسيس الثاني وبناته وابنائه. طيب عندنا ايضا احنا بنعرف انه حتى البطل رأوا من الأهمية إن هم يكونوا في المدينة، فانتسب بطليموس المنفي إليها لولادته فيها، وده إبان احتفالات التتويج والده بطليموس الثامن. طب مين بطليموس المنفي ده؟ طالما عندنا بطليموس الثامن هو اللي فيما بعد اعتلى العرش باسم بطليموس التاسع. طيب الحمد لله، بس اكتشفنا العديد من التماثيل والآثار الحديثة في بالقرب من معبد بتاع حميد رهينه اللي هي بتشغل حاليا موقع مدينه اطلال مدينه مدر. ودي بقايا مقصوره من المعبد واطلال داخليه والعديد من القطع اللي تعود للمدينه اللي دمرت نتيجه 14 اجتياح بشري وطبيعي، ما بين فيضانات، ما بين زلازل، ما بين غزو الاعداء لمصر الى اخره. ففي العصور القديمة هي تم اجتياح 14 اجتياح دمر أثرها. طيب عندنا من عظمة المدينة أن ملوكها سمي باسم المعبود بتاعها الخالق، راعي الفنانين والحرف والصناعات. فعندنا الملك مرم بتاح ابن رمسيس الثاني، عندنا الملك سيتي الأول مرم بتاح، عندنا خعيء بتاح أي المشرق مثل بتاح، وده زي ابن رمسيس الثاني مرم بتاح خد هذا اللقب. عندنا ايضا لقب سا بتاح اي ابن بتاح، وده خده الملك رمسيس سا بتاح في اخر اسره 19. عندنا الملك اللي خد نعت المصطفى من بتاح او المختار من بتاح ستب ان بتاح، وانا بفضل كلمه المصطفى لان ستب بقت هي ايه؟ السين بقت الصاد، والت بقت الط، والب بقت الف، فهو ستب يعني استتب يعني اصطفى، اصطفى او المصطفى، المصطفى من اي مختار منه، طبعا بتترجم في اللغه العربيه بالمختار، ولكن انا بميل لكلمه المصطفى تقريبا للمفردات المصريه من نظيرتها العربيه، المنهج اللي ابتداه ابو علم المصريات المصري احمد باشا كمال، وتبعه فيه من الرعيل الثاني
أحمد بدوي وسليم حسن وغيرهم من العلماء مصر الأفاضل. هذا الاسم أو هذا النعت المصطفى من بتاع خدوا البطالمة من البطليموس الخامس لبطليموس ال15، ومش بس كده، ده حتى الرومان خدوه، أوكتافيوس أغسطس خد هذا النعت. أغلبية ملوك البطالمة استمروا على نهج ملوك مصر إن هو يتضمن اسمهم اسم بتاع، زي بطليموس الثالث محمود بتاح، الرابع المختار من بتاح، والبطالمه من الخامس ل15 قلنا محبوب بتاح والمختار من بتاح خدوا اللقبين بما فيهم قيصرون ابن كليوباترا. بطليموس السادس خد لقب كينون بتاح او الذي اصبح بتاح، طبعا القاب عظيمه وجباره وبتشير لابعاد سياسيه. ما تفتكروش ان البطالمه والرومان يعملوا كده غير ان هم بيتقربوا من منف وكهنتها، لانه كهنتها هيلعبوا دور في الصراع اللي هم كانوا بيعيشوه سياسيا ما بين الشمال وما بين الجنوب. شباب معايا؟ شباب معاك يا دكتور، معاك يا دكتور. طيب انا بس حبيت اتاكد، انا خفت فجاه لقيت انه الدنيا اختفت الصوره، فقلت جايز يكون حصل قطع. المهم يبقى ده معناه ايه؟ انه ما بين الصراع ما بين ملوك البطالمه في الشمال في اسكندريه كمقر بعيد وامن، ثم ما بين الجنوب وكهنة طيبة اللي كانوا بيتزعموا ثورات منف في النص، هي اللي بتعمل رمانة الميزان. عشان كده دايما ملوك البطالمة بيلجأوا لمنف يطلبوا مساعدتها ضد ثورات كهنة الجنوب، فلعبوا دور وسيط لتهدئة الأحوال. عشان كده كان دايما البطالمة بيتقربوا من معابد بتاح وكهنته وأخدوا الألقاب دي بشكل قوي جدا جدا. بالفعل بعض أباطرة الرومان زي ملوك مصر القديمة والبطالمة احتوت اساميهم على اسم بتاح، بنلاقي اوكتافيوس اوغسطس محبوب بتاح وايزا او المختار من بتاح، حتى تيبيريوس فيما بعد خد هذا اللقب محبوب بتاح. تعالوا نشوف بتاح بقى له لوحه في المتحف المصري غايه في الروعه. بتاح متمثل مرتين قدام بعض وفوق كل واحد اسم ونعت له. ادي هنا الكتابه دي تخص هيئه بتاح دي، والكتابه الرأسيه دي بالكامل تخص الهيئه دي، وفي واحد بيتعبد وبيقول النص كالتالي. لو احنا بصينا هنلاقي بتاح سيد ثبات العداله، اهو بتاح سيد ثبات العداله. ده معناه انه هذا المعبود الخالق معني بالعداله، معني بالاستقرار، معني بالماعد، معني باستقرار النظام الكوني والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام الاخلاقي، أي ضامن للدولة المصرية، ضامن لاستمرار الكون اللي خلقه. مش بس كده، الهيئة الثانية فيها معلومة فظيعة تشير لأن هو خالق. هنا فتح ع بحتي نب ك عشاء اف. يعني إيه الكلام دون؟ يعني بتاح عظيم المهارة أو عظيم الحرف، سيد قرين ثرائه. طيب عظيم المهارة أو عظيم الحرف لأنه هو الخالق، هو المبدع البارئ، وفتح معناه يخلق أو يبدع أو يبرئ الشيء من العدم، وده صفة لي كخالق للكون. وبالمناسبة منف من ضمن تميزاتها الوحيدة في جميع المدن المصرية التي كان فيها الخلق بالكلمة كالكتب السماوية والديانات السماوية. بنجد في العهد القديم في البداية، في العهد القديم على طول في سفر التكوين، الخلق بالكلمه. قال كذا فكان كذا. قال ليكن نور فكان نور. في العهد الجديد برضو الكلمه. في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه. وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله. اي يرمز ان قوه الخلق هي بالكلمه. ايضا في القران الكريم قال كن فيكون. وبالتالي احنا عندنا عظمه في مدينه منف انها الخلق بالكلمه. ليه؟ لان بقيه المدن الخلق ما كانتش بالكلمه، كان البعض الخلق بالتفل او الاستمناء او بخلق عجينه طينيه وتجسيد البشر على هيئتين، هيئه للجسد وهيئه للقرين. وهنا القرين هو العنصر المؤله او الذي سيضمن المعيشه في الابديه،
خلينا نقولها كده، العنصر اللي هيضمن المعيشه في الابديه. وفي وسط مائده قرابين، والشخص اللي ورا ده هو خادم معبد بتاعه واسمه سعنخ. يعني ايه سعنخ؟ مسبب الحياه او المعطى الحياه. سين هي للسببيه، وعنخ يعني الحياه. طيب ادي بتاع العظيم وتمثالين ضخمين له كانوا على قواعد، واحده بشكل مكسور ومقطوش بتدي علامه الماعت اي العدل والحق، فهو رب العداله، بيطأ العداله اي يتسيدها لانه هو سيدها وهو ربها. ومنظر عادي، التمثالين دول كانوا في مدخل المتحف قديما، حاليا نقلوا الى المتحف الكبير بميدان الرماية. تمثال في كوبنهاجن بيمثل الملك رمسيس الثاني، ومعاه بتاح، ولكن بتاح في هيئه خاصه جدا بهذا التاج اسمه بتاح تاتينن. تاتينن اي الارض البارزه. يعني ايه الارض البارزه؟ هو بيستعيد جزء، وهو اله ازلي قديم ارتبط ببتاح منذ البدايه، لانه تاتن الارض البارزه بتعيدنا الى قصه الخلق، ان في العالم كله كان مغمور بالمياه، وفجاه برزت الارض، الارض الناهضه، تاتن يعني الارض الناهضه، الارض اللي بتبرز وتنهض من المياه الازليه، من الظلمه، من عدم الخليقه. وده مش بعيد انه في سفر التكوين ايضا بيورينا ان الخلق كان من المياه، في الاول كان غمر، وعلى وجه الغمر روح الله. ليه ده؟ لانه اليهود اتاثروا في فتره ما بالحضاره المصريه ونقلوا عنها، وده بعض للاسف العديد من المتخصصين بيتجاهلوه ويركزوا اكثر على تاثير الحضاره العراقيه على اليهود في كتبهم المقدسه، ولكن الكهنوت المنفي والعقيده المنفيه لعبت دور عملاق، انها الخلق بالكلمه الوحيد اللي كان في الحضارات القديمه وجوه مدن مصر القديمه منفي. ثم فكره كمان انه الخلق جاي من الميه، ده موجود في الحضاره المصريه القديمه. وعشان كده نص لوحه شباكه في المتحف البريطاني بيقول لنا ان بتاح كان بتاح نون، بتاح المياه الازليه اللي منها سيخرج تاتينن. عشان كده هنا المعبود المركب ده بتاح تاتينن، اي الرب الخالق الذي تخرج منه الخليقه كلها والارض التي تبرز عليها الحياه. والملك واخد تاج شبيه بتاج المعبود، اي ان هو بيشاركه بدوره وسلطته في حفاظ هذا الخلق والحفاظ على الارض المصريه وعلى الكيان والدوله والاستقرار. دايما مركزيه الدوله المصريه، دايما عندنا قيمه مصر. طيب بخلاف مقر بتاح الرئيسي في منف، في اماكن تانية له؟ تعالوا نشوف عظمة هذا المعبود بانتشاره غير الطبيعي. هذا المعبود انتشر فين؟ امتدت عبادته خارج مصر، وصلت العسقلان بفلسطين، وعندنا نص بيأكد الكلام ده. من عصر الدولة الحديثة كان في معبد وكاهنة وكمان موسيقية أو راقصة اسمها كركر، اسمها لذيذ قوي، فحبيت أن أنا أشارككم بحاجة طريفة في النص. كركر دي كانت المنشدة والراقصة الخاصة بمعبد بتاع في عسقلان بفلسطين. ايضا في شبه جزيره سيناء في معبد صليبيه الخادم عندنا وجود لبتاح من عهود مختلفه، عهد امنبحات الثالث في الاسره ال 12، سيت الاول في الاسره 19. وده مش ما كانش لوحده، ولكن كان في معيه معبودات عديده جدا، من ضمنها سوبيدو رب الصحراء الشرقيه، وجحوتي رب الحكمه والمعرفه ورب رعايه الكتبه والمفكرين ومسجل اسم اسامي البشر على شجرة الحياة إيشد إلى آخره، والرب حتحور ربة المفكات ربة الفيروز. عشان كده سينا بتعرف باسم أرض الفيروز المناجم الموجودة في منطقة صليبية الخادم. هل بس كده؟ ده حتى في عاصمة أو مقر حكم رمسيس الثاني تل رمسيس في تل قرب تل بسطة في محافظة الشرقية. إحنا بنتكلم على انتشار عظيم جدا. مستوطنة هربيت العسكرية برضو في الشرق الدلتا كان فيها وجود لبتاح. الإسكندرية حتى ذاتها اللي هي تسمى إيه؟ ألكسندريا أد إيجيبتن، ده باللاتيني، ده معناها إيه؟ الإسكندرية التي بجانب مصر. يعني إيه الإسكندرية اللي بجانب مصر؟ يعني العاصمة اللي كان فيها البطالمة ومن وبعدهم الجالية الرومانية ما كانتش العاصمة بتاعت مصر، دي المدينة اللي على جانب مصر التي تقع خارج مصر. بمعرفة اللغة اليونانية واللغة اللاتينية نقدر ندرك انه دي كانت عاصمه للمدن الاجنبيه، ولكن العاصمه الفعليه لمصر كانت فين؟ منف.
الدليل على كده دار درب السكه اي العمله كان موجود فين؟ في منف. فين جه الاسكندر عشان يسيطر على مصر؟ منف. توج في قاعه الحت ست ورد اي قاعه العرش العظيم، وهي عرش او قاعه التتويج داخل معابد بتاعها. كل ملوك مصر كانوا يتوجوا في معبد بتاح. وبعد تتويجهم في معبد بتاح ينتشروا حسب اماكن اللي هم بيفضلوها لاقامتهم، بس التتويج في المدينه دي. من هنا عظمه المدينه اللي كنت بتكلم عنها. بس كده؟ لا، عندنا عبد مع زوجته في حصون الملك رمسيس الثاني بطول الساحل الشمالي وصولا الى مرسى مطروح. ومن ضمن اشهر الحصون دي حصن زاويه ام الرخم قرب مرسى مطروح، وده كان من الاماكن الاكتشافات الحديثه اللي في اخر 20 سنه. طيب، عندنا في اقليم الفيوم اللي مكان سوبك التمساح ايضا عبد. في الاشمونين مكان جحوتي الشهير ايضا عبد. في المنيا مركز ملان عندنا ودرمواس. عندنا ابيدوس البليانه سوهاج ايضا عبد. ارمنت ايضا عبد، مقر منتو اله الحرب والاله مين؟ رب الخصوبه. الاقصر بجلاله قدرها اللي بيتقال عليها عاصمه الدوله الحديثه، واللي بيتقال عليها مقر امون، كان له معبد رئيسي في الكرنك، وكان المعبود الرئيسي لعمال دير المدينه. مين دير المدينه دول؟ في البر الغربي للاقصر في اقصى جنوبها تقريبا بتوجد قريه عمال، هم اللي قاموا بعمليه نقر مقابر الملوك والملكات ومقابر النبلاء في البر الغربي للاقصر. فكانت مدينتهم بتعرف باسم دير المدينه. ليه دير؟ لان كان بيقع عليها بالقرب منها فيما بعد في الفتره المسيحيه دير، فنسبت الى هذا الدير ومدينه لانها كانت مدينه العمال. العمال كانوا معبودهم الاساسي وراعيهم وحانيهم باعتبار ان هو رب الخلق والفن والحرف والصناع وراعي الحرفيين والصناع والفنانين، فكانوا بيدينوا له بالولاء وهو ربهم او هو الملجأ بتاعهم وهو شفعيهم. طبعا في هيبس في الواحه الخارجه في الوادي الجديد، في دندره ايضا وفي ادفو كان له عبادات، في معبد دريتسيا بالصحراء الشرقيه قرب الجبل السلسله 35 ميل من شرق ادفو، ولوح عصر في جبل السلسله على لوحات وجدران كامله بيظهر فيها بتاح يصاحبه يا اما امون يا اما سوبك. وهنا ضمن احتفالات الاعياد الجوبليه اللي قام بيها الملك رمسيس الثاني. رمسيس الثاني قام بعدد كم هائل من الاحتفالات الجوبليه، كتير منها قام بيها ابنه الكاهن سم كبير كهنه منفى المواسط، اللي في نفس الوقت كان ولي عهد ولكن اتوفى في حياه والده فلم يتقلد الحكم، ولكن مسك من بعده مربداح. ايضا في فيلا وبيجا في اسوان، ودول مقر معابد فيلا والمقرين اللي هو الحالي والمقر الاصلي للمعابد الرب ايزن. ايضا في اماكن بالنوبه جرف حسين، ده معبد مخصص ليه بالكامل. الدر وجد فيه مع المعبودات الاخرى، فابو سمبل مع المعبودات الاخرى، وادي السبوع مع المعبودات الاخرى. اغلبيه المعابد دي ما عدا ابو سمبل موجوده على جزيره كلبشة. ده بالإضافة إلى أنه وصل إلى خارج مصر على الإطلاق، إلى أتينا في بلاد اليونان. عبد في اليونان؟ عبد في اليونان. وصل كمان لتونس، قرطاجة أو قرطاجنة في الشمال الأفريقي، وهناك عثروا على تماثيل له في هيئته القزمية اللي هي بتعرف باسم الباتيكاي أو بتاح القزمي، وده كان لأنه في مصانع معابد منف اللي كانوا بيعملوا هم الأقزام لدقة الصناعات والمشغولات الذهبية اللي بتحتاج دقة شديدة كان بيقوم بعملها الأقزام في مصر. ومن هنا تم عمل نموذج للمعبود بتاعه بس بهيئة قزمية ومنترق شوية له شكل يعني طريف جدا، وأصبح رمز للصناعة والحرف اللي كان بيقوم بيها. وانتشر هذا الكلام أيضا في قرطاجنة في تونس، وليه تلميذ يعني بشرف عليه بالمراسلة هناك في تونس بيقوم بالدراسة عن دراسة مقارنة ما بين العبادات المصرية والقرطاجانية، وده كان من ضمن نتاجها. أيضا المعبودات الغريبة، ربة الحصاد رينينوتت، هذه الربة اللي لم نعصر على أي أثر ليها غير اللوحة دي أو المقصورة دي
اللي بتعود تقريبا الى عهد الحطب الثالث، والقام بتسجيلها علماء الحمله الفرنسيه سنه 1799 في ديسكريبسيو دي ليجيبت. ولولا دي ما كناش عرفنا انه رنوتت عبدت في منف ربه الحصاد. ليه ربه الحصاد تعبد؟ لانه منف ايضا من ضمن اساميها عنخ توي، عنخ يعني حياه، توي الارضين، هي حياه الارضين او مسببه حياه الارضين، او زي ما استاذنا رحمه الله احمد بدوي بيقول محييه الارضين. ليه؟ لانه في البر او في الاطراف الغربيه من المدينه قبل الجبانه كانت صوامع الغلال المركزيه اللي فيها كل صوامع الغلال اللي فيما بعد توزع على مصر لضمان سلامها واستقرارها الغذائي واستقرارها الامني عشان الشعب يضمن حياته واستقراره. نفس القصه اللي بيعملها دلوقتي رئيس السيسي بعمل صوامع عملاقه في اماكن محميه ومركزيه لحمايه امننا الغذائي. ده كان فكر مصري قديم وموجود من ما قبل الاسرات زي ما بتكشف عنه منطقه مريم بني سلامه او حضاره الفيوم او غيرها، وايضا الربر النوتد في منف. عندنا منف فيها حاجه غريبه جدا، حصن المدينه والمدينه ذاتهم تم تمثيلهم، ادي من نفر تمثال ليها تجسيد للمدينه، وسور المدينه وحصنها البرج سيسمت ورت البرج العظيم، وعلى حجر المعبودتين دول او التجسيد، ما نقدرش نقول عليها معبودات ولكن نقول تجسيد للحصن وتجسيد للمدينه، تجسيد للمدينه والبرج من نفر وسيسمت ورت. الملك سيتي الاول جالس على حجرهم وفي الوسط بتاعه لكن فقد الراس، دي صوره تراثيه قديمه فقدت حاليا الحاجات دي للاسف. الملكه توسرت اخر ملك اسره 19، هي لها اسهام في بناء المعبد اللي بعد هذا المعبد مباشره بتاعه. عندنا تمثال عليه تقديس رمسيس الثالث في الاسره العشرين، عصر عليه وبيذكر اسامي 17 كاهن من خدم معبده. في برديه من عهد رمسيس الثالث ورمسيس الرابع حارس الكوبرا الموجود في متحف بريطاني، ايضا الثالوث المنفي اللي اتكلمت عنه بتاع هيئه ادميه كامله، دايما بتاع هيئه ادميه، عمره ما خد اي رموز حيوانيه على الاطلاق، هو دايما تجسيد ادمي صرف، لدرجه البعض بيعتقد ان هو في يوم من الايام كان ملك بيحكم مصر وفيما بعد رفع الى مصاف الارباب. ولكن زوجته هيئه ادميه بتمثل وجه اللبؤه. ليه لبؤه؟ لانها البطش، قوه حاميه الملكيه التي الصل الملكي على جبهتها ينفس لها في وجه اعداء ملك مصر اللي يريدوا ضرب مصر او نهب ثرواتها او احتلالها، فبالتالي هي بتحمي مصر وتحمي ملك مصر، عشان كده ارتبطت بالرب الخالق. لازم تفهموا ان المصري هو ما عندوش معبودات، ما عندوش وثنيه، هو عنده رمزيه القيمه. هو بالنسبه له رمز الخلق والابداع والحضاره والصناعات والحرف التي تنتج الحضاره، بدونها ما فيش حياه، من غير شغل ما فيش عيش. طيب لازم الحمايه اللي تحمي البلد وتحمي الخيرات التي خلقت من رب الخلق. ثم رب الخلق ايضا نفرتوم او هذه الصوره من الثالوث هي قيمه من قيمه الاله الواحد الاحد عند قدماء المصريين، اللي ان شاء الله مره اكلمكم عن فكره الوحدانيه في الديانه المصريه القديمه. هو يمثل الاطياب والعلاجات، يعني زي ما في بطش وفك بالاعداء، في مداواه وعلاج للشعب، يبقى خلق وحمايه وعلاج، ده كلها قيم موجوده. استمر تصوير او الحياه في مصر في منف في العصر الروماني البيزنطي، لدرجه ان ارضيه من الفسيفساء من احد قصورها حاليا موجوده في بازل في سويسرا، نقلت الارضيه الفسيفسائيه. مدى استمرار المدينه، كان في طريق بيربط المدينه بالكامل بطريق عسكري روماني وحربي للجيش والحاميه الرومانيه. طيب البطالمه استحبوا التتويج في مدينه منف ومعابدها زي بطليموس الخامس إيفانوس، بطليموس الثامن يوريجيتيس الاول. إيفانوس يعني الظاهر، ويوريجيتيس يعني الخير، ثم العاشر اللي هو الكسندر الاول. عندنا ال 12 نيوس ديونيسوس او الزمار، وده اللي سافر الى روما وكان له علاقه
طيبة جدا في علاقاته بروما، وفيما بعد أتت من بعده بنته كليوباترا السابعة. واللي قام بتتويج بطليموس الثاني بنعرف اسم كبير الكهنة تحديدا على وجه الدقة، اسمه باشري انبتاح، وده على لوحة البريتش ميوزيوم رقم 886. يعني احنا عندنا معلومات عديدة جدا. لو شفنا المدينة هنلاقي كان في معسكر في الشمال، وقصر من الأسرة الستة، وعيد على أطلاله قصر من الأسرة الـ18، عيد على أطلاله قصر من الأسرة الستة وعشرين قبل الـ18 في الأسرة الـ12، ثم الـ18 في الأسرة الـ26، وخد اسم الملك وحيد رع اللي فيما بعد عرف بالاسم اليوناني أبريس، وده موجود في عزبة الجبري في أقصى شمال قرية ميت رهينة. جنبه رقبة ميت، رقبة الشمال. في الجنوب حتحور، وفي الوسط بتاح أي ميت في شمال الجدار المدينة، مش المدينة اسمها مدينة الجدران أو الجدار، يبقى ميت الشمالي الجدار، حتحور جنوبي الجدار، وبتاح الكائن جنوبي جداره لأنه قرب الجنوب أيضا. في العديد من البحيرات المقدسة والمواقع الأثرية ومنشآت مختلفة زي منشأة الملك بطليموس الرابع، معبد لميرنبتاح، وملحق بهذا هذا المعبد ملحق بالقصر بتاع ميرنبتاح. الاثنين على اطلال في المنطقه دي اللي هو الحي الشرقي، على اطلال ايه؟ على اطلال قصر اللي من العمارنه اللي كانت فيه الملكه نفرتيتي مع بناتها ومع توت عنخ امون ومع القائد حور المحب، بيحكموا الشمال في الوقت اللي اخناتون وتيل يحكموا من العمارنه، في الوقت اللي اخوه سمنخكرع بيحكم من الاقصر. يعني جت فتره الاسره 18 عندنا حكومه ثلاثيه، في الجنوب سمنخكرع، في الوسط الملكه الام تي وابنها اخناتون اللي هو الحطب الرابع اخناتون، في العمارنه وده اخو سمنخكرع، واما تركت نفرتيتي العمارنه ذهبت في الشمال واستقرت في قصر في الشمال هي وبناتها وابنها الشرفي اللي هو ابنها يعني بالتبني توت عنخ امون. وهذا القصر اكتشف اطلالو بيتري، وهو اللي على انقاضه تم بناء قصر ميرنبتاح ومعبد ميرنبتاح الاسره 19. بيتري اكتشف القصر ده 1908 1909. ببساطه المدينه مليانه بحيرات مقدسه ومواني داخليه، ده غير الميناء العسكري بلونيفر اللي كانت بتخرج منه الحملات العسكريه في النيل وفي القناه اللي كانت عند وادي طميلات، ومنه تطلع الى الشمال لغايه البحر البحر المتوسط، او تصل الى البحر الاحمر وتعبر بمراكب او سيرا على اقدام الى اخره، الانتقال الحملات العسكريه من منف، لان منف في هذا الحي تحديدا كان ده معسكر الجيش والاسطول وورش صناعه ورش ترسانه الاسطول وورش صناعه الاسلحه الى اخره، وايضا الاجانب، حي الاجانب اللي كانوا بيتحطوا تحت نظر الجيش بعد ما تم أسرهم وتوطينهم في المدينة. كل دي معابد جنائزية في الغرب، مش بس في الجنوب في الأقصر، ده احنا عندنا معابد جنائزية تخليد الذكرى للملوك أمنحوت الثالث ستين، أول رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، يعني أسرة 18 و19 20، يعني الدولة الحديثة بالكامل موجودة هنا. أسور الملوك بتاعتها موجودة هنا برضو بالكامل، عندنا أسور لتحتمس الثالث، تحتمس الرابع، الحطب الثاني، رمسيس الاول، سيتي الاول، رمسيس الثاني، ميرنبتاح، قلنا نفرتيتي قبل كده، وتحتمس الرابع. يعني ما فيش تقريبا من الملوك العظام للدوله الحديثه الا كلهم كانوا عايشين هنا، والنصوص بتاكد الكلام ده. سيتي مات، دخل المدينه، اتوج رمسيس فيها وعمل جنازه ابوه منها، نفس الحكايه، اتوج توت عنخ امون في المدينه، ثم روح عاد تتويجه مره اخرى في الكرنك. حور محب برضه توج في المدينه، عاد تتويجه في الكرنك، يعني بنتاكد انها كانت العاصمه الفعليه، ولكن كانوا بيرادوا الجنوب عشان امون. طبعا عندنا منف من ضمن فرادتها كانت مدينه الاحياء جبانه لمنف. في نفس العصور اللي كان فيها مدينه الاحياء كان في جبانه ملاصقه، ودي حاله نادره جدا جدا جدا. البعض قديما كان بيقول انه فيما قبل التاريخ كان عندنا موقع اسمه مرمد بني سلامه في شمال غرب محافظه الجيزه قرب محافظه البحيره، كان الموقع ده فيه تلازم ظاهره الدفن مع المساكن، ولكن الدراسات الحديثه والحفاره الحديثه في السبعينيات اكتشفت انه
الدفن كان في تحت الارض والعمران زحف وغطى، فالعمران في زمن لاحق للدفن، فبالتالي اصبحت مريمة بني سلامة مش تزامن الحياة والدفن. الوحيدة اللي أثبتت لنا تزامن في الحياة مع الدفن مع بعض في نفس الفترة الزمنية الواحدة كانت مدينة نجد، المثل الوحيد. وده دخلت بيه في مؤتمر دولي، المؤتمر الدولي الأول لكلية الآثار جامعة القاهرة في 2008 ونشر هناك. ببساطة في جبانات بتعود لعصر الانتقال الأول والدولة الوسطى، اكتشفها مصريين عشان تعرفوا المصريين بيقوموا بأعمال عظيمة جدا، منهم عبد الوهاب التواب الحتة. عندنا أيضا جبانات من عصر الانتقال الثالث، يعني الأسوار 21 22 23، موقع قوم الفخري والجبانتين دول هم اللي أنا معلمهم بالأحمر، قوم الفخري ومعبد شمال معبد حتحور، هي الجبانتين الخاصين بالدولة عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى ثم عصر الانتقال. ببساطة دي حالة خاصة جدا، البعض بيشير إلى نفس الحادث اللي حصل في صان الحجر في الأسرة الـ 22، ولكن ده كان ضريح جوه المعابد، وده بعد ما الشخص بيموت بيدفن في المعبد كضريح مقدس، ودي حالة يعني تم أخذها من منف، لأن منف الأقدم منذ فترة عصر الانتقال أي الأسرات 9-10-11. طبعا مش هندخل في تفاصيل الشخصيات وأساميها اللي اكتشفت في المقابر، منها شخص حاكم المدينة عمدة المدينة ابن حطب حوي كبير، كانت منف إي إيري قائد الجيش نحسي، ودي بعض الأماكن اللي دفن فيها طبقا للخريطة الحالية. الجبانة البكرة تقسيم المقابر فيها والتوابيت والدفنات واللوحات اللي عثر عليها فيها، أما الدفنات بتاعت عصر الانتقال الثالث وجد فيها كمان نقدر نقول مع الدفن خارج الدفن حمامات من العصر المتأخر، حمامات عامة. وأيضا عندنا المحلة السكنية جبت من المادة الغير منشورة في وزارة الآثار، الطوبة كان حجمها إيه، مداميك سمكها إزاي، تقسيم المدينة هي غالبا بيبقى شارع رئيسي والمباني على الجانبين بشكل أساسي. وصلنا أن بعض يعني المساكن بتكون من 5 حجرات، يعني مش قضيتنا غير نشوف صورة نادرة من القرن 19 للأطلال اللي بتمثل المدينة في هذا الزمن. طيب المدينة السكنية دي موجودة حاليا بهذا الشكل؟ لا، فقدت. ليه؟ لأن علم الآثار زي ما هو علم بناء للتاريخ ومعلوماتنا هو علم هدم للموقع. عشان أعرف إنه في عصر روماني وعصر تحته عصر بطلمي، تحته عصر متأخر، تحته عصر الدولة الحديثة، بعد الوسطى لغاية القديمة، وانزل